بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة آفاق لتعلم لف المحركات الكهربائية. أخوكم إبراهيم عبد العزيز. سنتناول بإذن الله شرح لف محرك 36 مجرى 6 قطب وحارة طور وجه واحد. إذا عجبك الفيديو دعمنا بالاشتراك ولايك وشير. سنتناول بإذن الله في هذا الموضوع العمليات الحسابية الخاصة بالمحرك، التقسيم وخطوة اللف، إيجاد البدايات بين ملفات التشغيل وملفات التقويم، أي المسافة بين ملفات التشغيل والتقويم، التوصيل الداخلي بين مجموعات سواء التشغيل أو التقويم، رسم الانفراد وهو يمثل محاكاة للف المحرك من تقسيم المجاري والتوصيل الداخلي، وإسقاط الملفات وكل ما يخص هذا المحرك حتى الانتهاء من لف المحرك. ننتقل أولا للعمليات الحسابية الخاصة بالمحرك. أولا نقوم بتقسيم المحرك. هنا نقوم بتقسيم بإيجاد الخطوة القطبية أو عدد المجاري تحت كل قطب هتساوي 36 مجرى على 6 قطب هتساوي 6 مجاري. في هذا المحرك ستشغل ملفات التقويم تلتين وملفات التشغيل التلتين وملفات التقويم التلت. أولا نقوم بإيجاد عدد مجاري التشغيل تحت القطب الواحد هتساوي 6 مجاري، وهي عدد مجاري كل قطب في 2 على 3 اللي هي التلتين هتساوي 4 مجرى. عدد مجاري التقويم هتساوي 6 مجاري في التلت و 1 على 3 هتساوي 2 مجرى. هنا خطوة اللف لهذا المحرك هتكون خطوة لف ثابتة 1 إلى 5 للتشغيل، وخطوة لف للتقويم 1 إلى 6. ومن خلال لاحقا رسم الانفراد سنرى كيفية توضيح هذه خطوة اللف، تحديد خطوة اللف. طبعا هنقوم بإيجاد المسافة بين التشغيل والتقويم. نقوم أولا بإيجاد الزاوية، المسافة بين مجرين متجاورين هتساوي 180 وهو رقم ثابت سواء محركات وحارة طور أو ثلاثة الطور، على 6 وهي عدد المجاري لكل قطب، يبقى هتساوي 30 درجة هي المسافة بين مجرين متجاورين. ثم نقوم بإيجاد عن طريق ذلك المسافة بين التشغيل والتقويم. هنا عندي 90 درجة وهي المسافة بين التشغيل والتقويم وهو رقم ثابت، على 30 وهي المسافة بين مجرين متجاورين، يقسم معايا 3 مجرى المسافة بين التشغيل والتقويم لكي تتحقق الزاوية الكهربائية بين التشغيل والتقويم وهي 90 درجة ليعمل المحرك دوران. التوصيل سوف يكون التوصيل بين المجموعات سواء للتشغيل أو التقويم نهاية في نهاية وبداية في بداية لأن المجموعات متجاورة. نوع اللف متداخل. الطريقة الثابتة طبعا. أولا رسم الانفراد. أولا نقوم برسم 6 مجاري وهم مجاري الوجه الواحد، لاحظ ان 4 باللون الأزرق دول هيكون خاصين بملفات التشغيل، واثنين باللون الأخضر وهي خاصة بملفات التقويم. يوجد أول قطب، ثم القطب الثاني بنفس الترتيب، ثم القطب الثالث، ثم القطب الرابع، والقطب الخامس، والقطب السادس. كده نلاحظ من مجرى من 1 إلى 36. طبعا مركب لك المجاري هنا، العشرة الأولى، عشرة الثانية 20، عشرة الثالثة 30، ودي 6 مجاري يبقى 36 مجرى. احنا قلنا هنا إن ملفات التشغيل هتبدأ من المجرى رقم 1 والتقويم بفرق 3 مجاري. هنبدأ أولا بالتشغيل ثم لاحقا نقوم بتوضيح التقويم. هنا بيو، هنبدأ ملفات التشغيل ومزلها بيو، وهنقوم بإسقاط أول مجموعة تتكون من 2 سرية بخطوة لف 1 إلى 5. هنا أدي 1 إلى 5 خطوة لف ثابتة. طبعا خطوة اللف ثابتة هكون أقرب مجرى لها، أدي أول واحد أقرب مجرى لي رقم 5، يبقى حددنا خطوة اللف على ذلك 1 إلى 5. هنسقط السرية الثانية. كده عندي أول مجموعة مكونة من 2 سرية وخطوة لف 1 إلى 5. التوصيل طبعا بين نفس المجموعة هيكون نهاية في بداية، ويمر التيار فيهم في اتجاه واحد، يبقى نهاية السرية الأولى اللي انتهت من مجرى 5 مع بداية السرية الثانية اللي هي بدأت من المجرى 2. ثم نقوم بإسقاط المجموعة الثانية بواقع أيضا 2 سرية وخطوة لف 1 إلى 5، ونقوم بتوصيل داخلي نهاية في بداية، ثم المجموعة الثانية والتوصيل نهاية في بداية، ثم التوصيل المجموعة الرابعة نهاية في بداية، والمجموعة الخامسة والتوصيل داخلي نهاية في بداية، والمجموعة السادسة نهاية في بداية. ننتقل إلى التوصيل بين المجموعات. هنا عندي 6 مجموعات متجاورة، يبقى إذا التوصيل بينهم نهاية في نهاية وبداية في بداية لأن المجموعات
متجاورة ويمر التيار في اتجاه معاكس. أيضا نوضح مرور التيار بالتفصيل. هنا هنقوم بتوصيل نهاية المجموعة الأولى مع نهاية المجموعة الثانية من هنا لهنا، هذه كده. ثم نقوم بتوصيل بداية الثانية مع بداية الثالثة، ثم نقوم بتوصيل نهاية الثالثة مع بداية نهاية الرابعة، ثم نقوم بتوصيل بداية الرابعة مع بداية الخامسة، ثم نقوم بتوصيل نهاية الخامسة مع نهاية السادسة. كده هنا بقى معايا طرف واحد من الوجه وهو نهاية نهاية ملفات التشغيل، وهنا هيكون بداية المجموعة السادسة هي نهاية ملفات التشغيل ورمز لها بالرمز X. طبعا هنا كده أنا عندي ست مجموعات وصلناهم نهاية في نهاية وبداية في بداية. هنحقق قانون ايه؟ قانون اللي هيتحقق عندنا بمرور التيار باتجاه معاكس يصبح عدد الأقطاب يساوي عدد المجموعات. إذا عندي ست مجموعات يوجد المحرك ستة قطب، يعني إذا لو مر التيار بهذا الصورة بعد كده اتجاه الأسهم معاكس هيكون عدد الأقطاب هيساوي نفس عدد المجموعات. هنا عدد المجموعات ستة وعدد الأقطاب هيساوي ستة. أنا هنا أعمل لك دايرة هنا اللي هي دي دخول التيار اللي هي أزرق بأصفر دي. هيمر التيار أول ما يخش منيو من البداية. طبعا هنحركلك في سيريا واحدة من المجموعة، تمام كده. هنا لاحظ كده اتجه من نفس السهم، دخل من البداية ونزل من النهاية. في التانية هيخش من النهاية واطلع من البداية مع اتجاه السهم عكس، كذلك الأمر هيرجع من البداية للنهاية. لاحظ كده مرور التيار مع الأسهم هتلاقيه مطابق كده، هيمر كده كده، هنا هيرجع يمر كده. يبقى إذا مر التيار في اتجاه معاكس، يبقى إذا عدد الأقطاب تساوي نفس عدد المجموعات، إذا ستة قطب. نيجي هنا ملفات التقويم. قلنا ملفات التقويم هنا عندي هتبدأ من المجرى بفرق ثلاث مجاري. هنا هنسيب ثلاثة مجرى وهبدأ من المجرى الرابع ملفات التشغيل ويرمز لها بالرمز V. لو لاحظنا هنا في الخطوة السابقة قلنا هي أقرب مجرى للمجرى اللي هيبدأ منه اللف. يبقى هنا بدأ عندي من خمسة من أربعة، المجرى رقم أربعة. لو عدينا واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة، يبقى هنا مجرى رقم ستة أقرب مجرى لي. يبقى إذا خطوة ملفات التقويم هتكون واحد إلى ستة بواقع سيريا واحدة للمجموعة كده. المجموعة الأولى وأدي المجموعة الثانية، المجموعة الثالثة، المجموعة الرابعة، المجموعة الخامسة، المجموعة السادسة. هنقوم بالتوصيل أيضا بين المجموعات نهاية في نهاية وبداية في بداية، لأن عندي ست مجموعات متجاورة. يبقى نقوم بتوصيل نهاية الأولى مع نهاية الثالثة، بداية الثانية مع بداية الثالثة، ثم نهاية الثالثة مع نهاية الرابعة، ثم بداية الرابعة مع بداية الخامسة، ثم نهاية الخامسة مع نهاية السادسة. يتبقى لدينا طرف وهو بداية المجموعة السادسة وهو نهاية ملفات التقويم يرمز له بالرمز Y. يبقى كده انتهى لف المحرك، وعندي كده أربع أطراف يمثلون طرفين للتشغيل وطرفين للتقويم. إذا عجبك الفيديو ادعمنا باشتراك ولايك وشير والمشاهدة على الإنترنت لدعم القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجو أن نكون أفدنا بمعلومة.